حارب أبو فراس الحمداني عن دولة بني حمدان وعن ابن عمه سيف الدولة، ولكنه لما وقع في الأسر تركه ابن عمه سيف الدولة ولم يفتده من أسره ولم يحارب من أجله، وهو الذي حارب ووقع في الأسر مرتين، فبعث له بأبيات يعاتبه فيها، منها هذه الأبيات: أما لجميل عندكن ثواب، ولا لمسيء عندكن متاب، إذا الخل لم يهجرك إلا ملالة، فليس له إلا الفراق عتاب، فليس له إلا الفراق عتاب، إذا لم أجد من خلة ما أريده، فعندي لأخرى عزمة وركاب، بمن يثق الإنسان فيما ينوبه، ومن أين للحر الكريم صحاب، وقد صار هذا الناس إلا أقلهم، وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب، تغابيت عن قوم فظنوا غباوة، بمفرق أغبانا حصن وتراب، وقد كنت أخشى الهجر والشمل جامع، وفي كل يوم لقية وخطاب، فكيف وفيما بيننا ملك قيصر، وللبحر حولي زخرة وعباب، أمن بعد بذل النفس فيما تريده، أثابب مر العتب حين أثاب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، إلى الله أشكو أننا بمنازل تحكم في آسادهن كلاب.